اهلا بكم مع فيديو جديد من قناة نصنع المعلومة. قابلنا مشكلة النهاردة واحنا بنسحب حاجة من مكنة الـ ATM، لقينا في عبارة مكتوب عليها عفوا الماكينة خارج الخدمة. ففي احد الاشخاص دخل الكارت بتاعه في الماكينة دي. الماكينة دي موجودة خارج البنك، يعني مش داخل البنك. طيب الماكينة أول ما اتحط فيها الكارت السحب لداخل الماكينة. طيب احنا اتبعنا الموضوع وعايزين نعرف ايه اللي هيحصل بعد ما الماكينة سحبت الكارت بتاع الشخص ده. الشخص ده راح للبنك وسألهم، اللي هو البنك اللي هو خاص بماكينة الـ ATM، قال لهم انا جيت اسحب من الماكينة سحبت الكارت بداخله. طب انت تبع البنك؟ لا. طيب الرد كان ان الكارت كده اتعدم، يعني ملهوش طريقة انك تسترده. طيب نعمل ايه؟ قال لازم تروح للبنك بتاعك اللي انت طلعت منه الفيزا وتستخرج كارت جديد. بالفعل رحنا البنك، سألنا مفيش طريقة ان يعني وسيلة ربط ما بين البنوك وبعضها، ان ده يدي ده الكارت وكده. قال لك لا، مفيش حل غير انك التانية اللي اتسحبت دي تتعدم ونطلع لك واحدة جديدة خلال اسبوعين. تمام، ده حبيت انقل لكم تجربة انا شفتها، وياريت لو شفتم الماكينة مكتوب عليها اي عبارة تحذيرية زي عفوا الماكينة خارج الخدمة، عفوا لا يمكنكم سحب يعني ياريت ما تحطش الكارت بتاعك. تمام، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك بالقناة، وياريت تنشروه يعني كتوعية للناس، لان انت عارف الايام ديت مشكلة ان الكارت بتاعك يضيع عشان الزحام وكده. شكرا لكم، ومنتظرين التعليقات للناس اللي قابلتهم مشكلة زي دي. شكرا.